سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بغذاء المتقين من الذكر الحكيم الذي ينفع الناس باستنقاذهم من الضلالة إلى الهدى وإرشادهم إلى الحق. وبفضل أهل الذكر من العلماء يزداد المسلم فضلا وشرفا، وممن اختصهم الله بفضله من هؤلاء العلماء يتجدد لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. التوبة، ما الذي تفيده كلمة جميعا مع نداء المؤمنين في قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون؟ الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطي المجتمع كله سلامة وأمن، فإذا كان واحد تائب والغير مش تائب، غير التائب يعكر عليه صفو الحياة. والله يريد أن أنا أتوب وغيري يتوب حتى ينتفع الكل بخيري وأنا أنتفع بخير الناس جميعا. فيبقى لما يكون فيه جماعة بس هم اللي طيبين يبقوا بيتعبوا أمام الناس المسرفين على أنفسهم. ولذلك ليه ربنا قال عدي علمك إلى غيرك، لأنك لا تستفيد بعلمك إلا إذا وخطأ. لأن أنا إذا علمت سلكوا هزب واستفاد من الناس، إنما لما أعلم الغير يبقى سلوك الغير يهذب فأستفيد منه. هل من الضروري أن يسبق الاستغفار التوبة عملا بقوله تعالى استغفروا ثم توبوا؟ نعم. ليه؟ لأن معنى أتوب يعني إيه؟ يعني أنني أنا نفسي خوّدت العمل واعتبرت أنه عمل وحش. ما هو معنى أنني أتوب أن في عمل صدر مني، وأنا لما تحركت في نفسي مناعة الخير زعلت منه. يبقى إذا زعلت منه ديا تقوم تقول له بقى أول حاجة استغفر الله على ما فات، لأن ده هيحسن عملك المستقبل، واللي فات تقوم تطلب منك الاستغفار. ولكن الناس فاهمين التوبة. الإمام علي رضي الله عنه سمع رجلا ساعة أقيمة الصلاة قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب، الله أكبر هنا وعلى طول. قال له استعجلت التوبة، أنت فاهم أنها كده يعني تتعمل كده؟ يا بني التوبة لها مراحل. المرحلة الأولى أنك أنت تندم على اللي فات، المرحلة الثانية أن ترد مظالم إسرافك على نفسك إلى الغير، الأمر الثالث أن تتبعه حسنة عشان تعوض الله. فما تفتكرش أن التوبة دي كلمة، لازم هذه المراحل، لأن الإنسان إذا ما أراد التوبة النصوح لازم يشوف ظلم مين فيروح يستسمحه، أساء مين يقول له أنا عملت فيك كذا خد حقك مني. يبقى ده صحيح التوبة الإيه؟ التوبة يعني لا تكفي التوبة باللفظ، نعم التوبة بالعمل. قال له أنت استعجلت التوبة، يعني جاي تقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، تقول الله أكبر وتقول الصلاة كده مسألة يعني سهل؟ لا يا حبيبي، لها مراحل لازم تمر إيه؟ تمر بها. أليس الأمر بالتوبة في التوبة معناها إن ما فيش سيئة تيجي مني، طب واللي فات؟ عايزين نستغفر بقى منه. الأمر بالتوبة في مواطن كثيرة أليس من التيسير في الإسلام هذا؟ الأمر بالتوبة صيانة للمجتمع من المنحرف، لأن المنحرف إذا عمل سيئة في المجتمع ولا شرعتش التوبة يستشري الشر ويبقى فائد زي ما بيقولوا. لكن إذا علم أن له مرجع إلى الله يبقى عملها مرة هفوة كده وبعدين يتوب، يبقى رحم المجتمع من إيه؟ رحم المجتمع من شر. وأيضا أعطى له عقيدة وهو أن لا ييأس من روح الله. ستر عورات المسلمين. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إلى آخر الآية، ما الذي تفيده الآية الكريمة؟ الحق سبحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية فيها أغيار، مرة تطمئن للحكم وتنفذه كمان، ومرة تعمل المعصية وبعدين تندم، ومرة توغل في المعصية فتكون أمارة بالسوء. النفس البشرية على ثلاث أحلاق: مطمئنة، لوامة، أمارة بالسوء. إذن ما منعش الإنسان من أنه يعمل السوء، لما تتغلب عليه نفسه هيعمل السوء، بس طلب من المجتمع اللي حواليه أن لا يشيع سوءه،
عشان ما يبقاش في اسوه للناس. يقول لك ما فلان عمل يا اخي واش معناه يعني اللي بعمله. فلما يستر العوره دي ما يعملش اسوه سلوكيه في المجتمع. فاللي يحب يشاور ذلك يقول لك مثلا ولا تجسسوا، لان معنى التجسس بذل المجهود على معرفه عيوب الغير. قال لك لا دي مش صح، لان عيوب الغير كالترخيل اللي مستتر، كالترخيل اللي مش متجاهر برضه لا يزال فيه خير. فهو مستتر وانت عايز تفتح، الله ده هو مستتر، يبقى برضه فيه لسه خصة خير مش متبجح، وانت عايز تفتح. ولذلك يقول لك من تطلع من خصاص، خصاص يعني الخص اللي كان معمول من الغاب كده، يبقى فيه فجوة كده بص كده عشان يشوف ايه اللي جوه، ففقئت عينه فلا دية له. ليه؟ لأنه عايز يتطلع على عورة الغير. تقول له مدام هو يا أخي صاحب مستتر وبرضه عنده حياء لسه، تبقى أنت تروح علشان تفضحه. طب أنت لما تفضحه هتعمل أسوة للغير في أنه يبقى زيه. يقول لك ما فأنا مش عايز دي. يبقى الحق سبحانه وتعالى، ولذلك ما أنعم الله على عبيده نعمة بأكثر من ستر الغيب عن خلقه. ستر الغيب عن خلقه دي اكبر نعمه، لان انا كل واحد بده يعرف الغيب. طب تحب الناس يعرف غيبك؟ لا. لا. طب اشمعنى انت مش عايز الناس تعرف غيبك وانت عايز تعرف غيب الناس بقى؟ ما دام مش عايز حد يعرف غيبك ما تطلعش على غيب الناس. ليه يا حاتم ما تطلع على غيب الناس؟ وبعدين انت ليك مزاج في ايه؟ في تطلع على غيبه ليه؟ علشان تفضحه بيه. وما دام عايزين نفضحه بيه هتعمل منه اسوه شر. انما خلي العورات دي مكتومه، اكن اللي المجتمع ما يعرفش ان في عوره بتتفعل. يقوم ما دام يعرف ان ما فيش عوره بتتفعل يقوم ما يرضاش لنفسه ان يكون شاذا في الوجود. يبقى ستره غيب من الله نعمه انعمها على عباده. يقول ويكفي ان انا عارف، يكفي ان انا عارف المساله، وان كان حيجي انا هعاقبه ومش هيفلت مني. لئن عم على قضاء الارض فلن نعمي على قضاء السماء. ان الذين يحبون ان تشاع الفاحشة، دي جايه في ايه مش الاحزاب دي يعني. عشان حكايه 60 عيش حديث الافك. فيا اخي زوجة رسول الله ده لو كانت عاديه حتى ممنوعه، انما تيجي في زوجة رسول الله وتعمل الهيصه دي عشان تشوش على النبي، ده انت بتعوق امر الدعوه وبتدي للكافرين برسول الله حجه في انه مش عارف مش قادر يصوم بيته مش عارف. ولذلك ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم. واب باصحاب النفاق اللي بيشيعوا الفاحشه في الايه؟ في الناس. فمن احب ان تشيع الفاحشه يبقى بده الفاحشه تظهر في الناس كلها، وما دام تظهر في الناس كلها يبقى ما هيش عجيبه، لان اللي غير يعملوا لك طب ما بيعملوها كل الناس، معنى انا يعني اللي مش هعمله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.